السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة. معاكم دكتورة منى محي الدين، بي سي بي اس بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشالست في الكريتيكال كير فوكس بوينت. دكتور هاني مشكور، غطى اكتر توبكس في الشابتر دوت صعوبة، يعني حقيقة هو الشابتر زي ما انتم عارفين 12 توبك، بس يعني اكشلي يعني اكبر 2 توبكس فيهم واصعب 2 توبكس اللي هو التريتمنت اوف شوك. مش اصعب ان شاء الله، باذن الله يكون دكتور هاني غطاهم ويكونوا سهلين باذن الله بالنسبه لكم، بس عايمين اطول يعني والاكثر كوندنسد في المعلومات هم التريتمنت اوف شوك والاي بين اجيتيشن ديليريوم اند نيورو ماسكولار بلوكج. هم دولت اكتر تو اكبر تو توبكس، الباقي ان شاء الله اسهل واصغر. انا هكون معاكم في الانتربريتيشن اوف الاسيد بيز ديستربنس وفي الجلوكوز كنترول، هايبر وهايبوجلايسيميا، ازاي نتعامل مع الهايبر والهايبوجلايسيميا في الاي سي يو بيشنت، وبريفنتنج اوف ستريس السر اللي بتيجي للبيشنت اللي في الاي سي يو، وهنعرف ليه ممكن يجي له اصلا ستريس السر، والفارماكولوجيكال ثيرابي for prevention of ال VTE او ال PE، ال venous thromboembolism او pulmonary embolism بسبب قلة حركة المريض دوت فاللي ممكن يحصل له thrombus، وال prevention of ال ventilator associated pneumonia. وزي ما احنا طبعا واخدين في ال chapter infectious ان ال hospital acquired pneumonia علاجها صعب جدا ومن اصعب الانواع بتاعة النيومونيا، وان الفنتيليتر ده نوع مخصص كامل لوحده من انواع النيومونيا، وبالتالي it's common يعني ان يحصل المريض الاي سي يو حاجة زي كده، فلازم احاول prevent it قبل ما تحصل. واخر حاجة هي بقى nutrition supporting in critically ill patients. انا كنت معاكم في الفوكس بوينت بتاعت السايكاتري، بس انلايك السايكاتري انا المره دي الفوكس بوينت بتاعتي مش هبقى كولكتنج يعني تارجتد، مش هبقى انه الغرض ان انا الم الدنيا وكولكت السايد افكتس واعمل لكم جداول بحيث الحاجه كلها تبقى قدامكم في اي سؤال يجي في اي سايد افكتس والحفظ الكتير بتاع السايكاتري ده تكونوا لامينه. انا في المواضيع دي حقيقي هبقى اكزام تارجتد، هبقى اقول لك المفيد، هقول الكتاب عندكم والمعلومات كلها عندكم، وانتوا خلاص المفروض داخلين شهر 9 ان شاء الله شاطرين عارفين كل حاجه، ومشرح لكم الحاجات الاساسيه كلها. انا هقول لك في كل سكشن السؤال بيجي فين مينلي وازاي بقى نحل، بالذات في الاسيد بيز ديستربنس. بزعل بجد جدا جدا لما بلاقي دكاتره تايهين مش عارفين ازاي يحسبوها، ومش عارفين ازاي مين الكومبنسيتد مين الانكومبنسيتد، ازاي امتى نقول ريسبيراتوري امتى نقول اسيدوزز ميتابول، الدنيا تايهه وضايعه عندهم مع ان الموضوع سهل جدا جدا. وكتير جدا بيبقى صيدلة شكلهم وحش جدا في المستشفيات وهم مش عارفين يعملوا انتربريتيشن لاي بي جي جاي لهم، يعني حاجة يعني دكاترة بيقعدوا ينتقدوها يعني، وان شاء الله بإذن الله نحسن من نفسنا ويكون الاي بي جي بالنسبة لنا ان شاء الله بعد المحاضرة سهل. النورمال ارتيريال بلاد جاز فاليوز لازم نبقى حافظينها، موجود معاك في الامتحان، بيبقى في موزعين علينا الفاليوز بتاعت المنهج كلها، بس مليانه حاجات يعني ما انزل الله بها من سلطان، لو قعدت واعتمدت انك هتقعد تدور هتضيع وقت، فاحنا نبقى حافظينها. اهم 3 بارامترز هنركز عليهم البي اتش والبي كاربون دايكسايد والبايكارب. النورمال رينج بتاع البايكارب 7.40 هو ده النورمال، بس برضو الرينج من 7.35 ل 7.45 دوت يعتبر نورمال. طب ليه بنقول 7.4؟ لان احيانا يعني برضو لو عايز اعرف يعني زي ما هنقول دلوقتي ان ممكن يحصل ديس اوردر ويحصل له كومبنسيشن، فلما يحصل الاوردر ده كومبنسيشن هترجع الرينج بتاعه البي اتش في النورمال فاليو، بس ستيل انا عايز اعرف الديس اوردر هو ايه، اسيدوزز ولا الكالوزز، فبرضو من المهم ان انا اعرف ان 7.40 هي النورمال وان اللي اقل منها هي الاسيدوزز والاكتر منها هي الالكالوزز. هي صحيح رجعت للرينج النورمال، هي صحيح بقت كومبنسيتد، صحيح الجسم يعني نجح ان هو يكمبنسيت نفسه، لكن ستيل برضو عايز اعرف الديس اوردر ايه، فاعرفه من ان انا اعرف ان 7.40 هو ده النورمال التمام، لكن لو نزلت عن كده هيستيل الديس اوردر اسيدوزز، لو زدت عن كده هيبقى الالكالوزز. الكربون دايكسايد هو نفس الرقم العشر اللي هنا 0.35، هو هنا 35.45 هنا 45، والبايكارب من 22 ل 26.
الارقام دي تبقى قدام عينينا خلاص حافظينها صم زي اسمنا. هنقول بترتيب الكتاب بس زي ما الكتاب مذاكر سريعة كده، هنعدي على الموضوع وبعد كده هنخش في ايه، في ان احنا بقى نحل السؤال اللي بيجي في الحتة دي بيجي ازاي. زي ما احنا عارفين respiratory disorder، لو acidosis هلاقي عندي زيادة في البي سي او 2 عن الرقم من 35 ل 45، يبقى لو اسيدوزز هيزيد عن الرقم عن 45، لو الكلوزز هيقل عن ال 35. وبالنسبة للميتابوليك لو اسيدوزز هلاقي فيه ديكريز للبايكارب عن ال 22، لو الكلوزز هيبقى فيه زيادة عن ال 26. الميتابوليك ديس اوردر المسؤول عن عنها الكدني، ريسبيراتوري او زي ما بيقولها الامريكان ريسبيراتوري ديس اوردر مسؤول عنها هي اللنج. وزي ما احنا برضو عارفين ان بيحصل نورماليزيشن من الجسم ككومبنساتوري ميكانيزم عشان يرجع البي اتش للنورمال مره تانيه، ان ريسبيراتوري كومبنسيشن بيبقى ايميديتلي فاست، وبيبقى عكس الديس اوردر بالظبط. لو الديس اوردر عندي ميتابوليك اسيدوزز هلاقي ان الجسم يريسبوند بان يحصل ريسبيراتوري الكالوزز. يعني يحصل ايه بالظبط؟ يعني يحصل ديكريز في الكربون دايكسايد. طب ازاي اقلل الكربون دايكسايد؟ يعني الرئه من الاخر تعمل ايه؟ تسرع الريسبيريشن بتاعها. فلما لما تسرع الريت اوف الريسبيريشن بتاعها يخرج الكربون دايكسيد اسرع من الجسم، فيقل تركيزه في الجسم فيعمل كومبنسيشن لحاله الاسيدوزز اللي حاصله. وفايس فيرس برضو لو الديس اوردر هو ميتابوليك الكالوزز، يعني الكلى يعني حبست بايكارب مثلا، فزاد البايكارب في الجسم عمل الكالوزز، والديس اوردر عندي ميتابوليك الكالوزز، فهيبقى الريسبونس بتاعها من الرئه ان هي تعمل ريسبيراتوري اسيدوزز. يعني ايه تعمل ايه برضو؟ يعني تزود الكربون دايكسيد عندي في الجسم. طب ازاي تزود الكربون دايكسيد؟ بان هي تقلل الريت بتاع التنفس، فتحبس كربون دايكسيد جوه في جسمي وتزود الايه البي سي او 2 البريشر اوف الكربون دايكسيد. والعكس بالعكس برضو، الميتابوليك بتكمبنسيت الريسبيراتوري بس بتكمبنسيتد سلولي، بيبقى سلولي وبيبقى اوفر بيريود يعني اوف تايم، وبيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق ريجوليشن اوف الاكسكريشن اند ري ابزوربشن اوف البايكارب اند البروتون. طيب الكمبنسيشن اوف ريسبيراتوري اسيدوزز بيرد عليها الكدني بايه؟ بترد بميتابوليك الكالوزز. يعني ايه؟ يعني تزود البايكارب. يعني ايه؟ يعني تري ابزوربت من الكدني وما تعملوش اكسكريشن. طيب compensation of respiratory alkalosis ترد الكلى بايه؟ بميتابوليك اسيدوزز. يعني ايه؟ يعني تقلل البايكارب، يعني تعمل له excretion وتخرجه من الجسم اسرع. طيب ال step of evaluation of acid base disorder ده اهم حاجه بقى عندي. الكيسه بتيجي في الحته دي في سؤالين. السؤال الاولاني كيسة عادية جدا، اي بي جي عادي جدا، وعايز لك تعمل له انتربريتيشن وتقول الحالة ديت عبارة عن ايه، كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد، ميتابوليك ولا ريسبيراتوري، الكلوزز ولا اسيدوزز. طيب الستيب بتاعتي ان انا ببص اول حاجة على البي اتش، ذن الكربون دايكسايد، ذن الباي كارب. دي اول حاجة عشان اسس الكيسة عبارة عن ايه، كومبنسيتد ولا نوت كومبنسيتد، ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، اسيدوزز ولا الكالوزز. بعد كده بكالكوليت الانين جاب. سؤال الانين جاب برضو ممكن يجي انك تحسبها، هل هي انين جاب ولا نان انين جاب. اما بقى كالكوليشن الاكسس انين جاب واللي بتتحسب عشان اعرف هل الديس اوردر اللي عندي في حاجه تانية ميكسد معاه ولا لا، هل الانين جاب ميتابوليك اسيدوزز اللي عندي في ديس اوردر تاني ميكسد معاه ولا لا، زي ان نان انين جاب ميتابوليك اسيدوزز او زي ان يكون ميتابوليك الكالوزز، هل في حاجه ميكسد معاه ولا لا. ودي ما شفتش بصراحه عمري عليها اسئله وحاسه ان هي مش مهمه يعني. طيب تعالوا نشوف بقى ايه ازاي نحل الكيسه بتاعه الاسيد بيز ديستربنس اللي تجيلي في الامتحان. نحلها بقاعده الايه، قاعده الرومي اللي هي ايه، معرفش حد فيكم يعني في اكيد حد فيكم عارفها وحد مش عارفها. رومي ريسبيراتوري اوبوزيت ميتابوليك ايكوال، ريسبيراتوري اوبوزيت ميتابوليك ايكوال. يعني ايه؟ يعني ايه ريسبيراتوري اوبوزيت؟ يعني دايما لما اجي احلى حاجه في حل ال الاسيد بيز ديستربنس دي عشان تعرف تحل كيسه اسيد بيز، اسهم تمسك البي اتش وتشوفها عاليه ولا واطيه، اعلى من النورمال رينج بتاعها ولا اقل من النورمال رينج بتاعها، وبعد كده تتنقل على طول على الكربون دايكسايد، اعلى ولا اقل. دايما لو لقيت الاسهم عكس بعضها opposite لبعضها يبقى البرايمري
disorder عندي هو ال respiratory. أما لو لقينا الأسهم ماشية مع بعضها، ال pH عالية، ال bicarb عالية، ال pH قليلة، ال bicarb قليلة يبقى ومش البايكارب كمان بس، ده كمان الكربون دايكسايد كمان هو كمان هيكون في نفس الاتجاه. طالما الاسهم كلها ماشيه في نفس الاتجاه يبقى البرايمري ديس اوردر عندي ايه؟ ميتابوليك. يبقى بكل سهوله جدا البي اتش عاليه احنا عارفين ان ده عباره عن ايه؟ الكالوزز. البي اتش قليله ده اسمه اسيدوزز، البي اتش عاليه هو اسمه الكالوزز، البي اتش قليله اسمه اسيدوزز. سهم الكربون دايكسايد ابوزيت لسهم البي اتش يبقى ده البرايمري ريسبيراتوري، البرايمري ديس اوردر ريسبيراتوري، سواء بقى الكالوزز او اسيدوزز. الكالوزز او اسيدوزز بنعرفها من سهم البي اتش، ريسبيراتوري ولا ميتابوليك بنعرفها من الاسهم بتاعه البايكارب والكربون دايكسايد. ماشيين عكس اتجاه البي اتش يبقى المشكله ريسبيراتوري، ابوزيت للبي اتش يبقى المشكله ريسبيراتوري، ايكوال للبي اتش يبقى المشكله ميتابوليك. طيب نشوف هنا البي اتش سهمها نازل يبقى ده ايه؟ اسيدوزز. طالما اقل من 7.35 يبقى ده ايه؟ اسيدوزز. طيب ننتقل على الكربون دايكسايد سهمه ايه؟ نازل. ايه ده؟ ده في نفس الاتجاه. فبننتقل على البايكارب نازل. ايه ده؟ ده برضو في نفس الاتجاه. الاسهم كلها في نفس الاتجاه يبقى الديس اوردر اسمه ايه؟ اسمه ميتابوليك. نتنقل مثلا هنا البي اتش، البي اتش ايه؟ زايده. زايده يعني ايه؟ يعني عندي حاله الكالوزز. طيب ننتقل للسهم بتاع البايكارب، ايه ده؟ ده زايد هو كمان. طب الكربون دايكسايد سوري زايد. طب والبايكارب زايد. ايه ده؟ ده الاسهم كلها في نفس الاتجاه يبقى البرايمري ديس اوردر ميتابوليك، ميتابوليك الكالوزز. طيب البي اتش هنا قليله يعني الحاله ايه؟ اسيدوزز. بعد كده الكربون دايكسايد لا ده عالي والبايكارب عالي. ايه ده؟ ده سهمهم عكس سهم البي اتش، يبقى المشكله الاساسيه ايه؟ ريسبيراتوري. وكذلك هنا البي اتش عالي يعني المشكله الكالوزز، والاسهم بتاعه الكربون دايكسايد والبايكارب ريفرزلي اوبوزيتلي يبقى المشكله الاساسيه ريسبيراتوري. طيب نحل كيسه، نحل كيسه منين؟ نحل كيسه من الموقع الجميل جدا 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 ده الموجود على الفيديوهات بتاعت اليوتيوب. دخلت يعني على فيديوهات على اليوتيوب واتفرجت على الطرق اللي بيعملوا بيها انتربريتيشن والشرح بتاعها، ولقيت الموقع ده موقع جميل جدا. خدوه واعملوا له كوبي في يعني كوبي اللينك بتاعه دوت وشوفوه. كل مره بيجيب لك 10 كيسز، كل مره بيجيب لك 10 كيسز من الاي بي جي، ويجيب لك كده تحت شو انسر وهايد انسر. يعني كمان انت في امكانك انك تدوس على شو انسر وتتاكد من الاجابات بتاعك، وكل ما تعمل ريفرش للصفحه كل ما هيجي لك 10 مختلفين، وكل مره 10 مختلفين، بحيث انك تعرف تو براكتس وتعرف انك يعني تجرب وتحاول مع نفسك لحد ما تتقنها ان شاء الله. انا بعتبرها عن نفسي يعني كبازل، حاجه مسليه جدا جدا ان احنا نقعد يعني لعبه، لعبه بالاسهم نقعد نلعبها ونعرفها، حاجه ما فيهاش اي صعوبه ان شاء الله. نبدا مثلا ناخد اول مثال هنا ان شاء الله. البي اتش هنا عندي كام؟ 7.89. يعني السهم بتاعها عالي ولا نازل؟ اعلى من الرينج ولا اقل؟ اعلى. الكالوزز ولا اسيدوزز؟ الكالوزز. طيب نروح للكربون دايكسايد 30 يعني اقل ولا اعلى من الرينج؟ اقل. نروح للبايكارب 17 اعلى ولا اقل؟ اقل. يبقى الاسهم بتاعه البايكارب والكربون دايكسايد اوبوزيت للسهم بتاع البي اتش، يبقى المشكله ريسبيراتوري، ريسبيراتوري اوبوزيت، يبقى المشكله ريسبيراتوري الكالوزز. يبقى كده خلصنا من قصه الديس اوردر ايه. قصه بقى كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد. البي اتش لقيتها في النورمال اللي هي في النورمال رينج ده، يبقى الجسم نجح ان هو يعمل لها كومبنسيشن. لقيتها ان هي لسه ان هي اوتسايد الرينج ده يبقى ان كومبنسيتد. هو وهو بيحل حاللها ان هي بارشلي كومبنسيتد في الموقع، يعني بارشلي كومبنسيتد وفولي كومبنسيتد وان كومبنسيتد. احنا ما عندناش بارشلي، هما البارشلي هنسميهم ان برضو، كلهم هنسميهم ان كومبنسيتد. لو عايزين تفهموا ليه بارشلي هبقول لكم، بس هي احنا عندنا في المنهج يا اما تقول له هي full compensated يا اما تقول له ان هي uncompensated. طيب تعالوا مثلا اما نحل number 2 ديت مثلا مع بعضينا. ال pH هنا كام؟ 7.2 يعني قليله السهم لتحت. طيب الكربون دايكسايد 30
30 يعني قليلة. البايكارب، البايكارب 20 يعني قليلة. طيب هنا البي اتش 7.2 قليلة أسيدوزز ولا الكالوزز؟ أسيدوزز. طيب الأسهم كلها في نفس الاتجاه، طالما الأسهم في نفس الاتجاه يبقى ميتابوليك ولا ريسبيراتوري؟ ميتابوليك إيكوال، يبقى ميتابوليك. طيب هل رجعت البي اتش للنورمال رينج بتاعها ولا لسه اوتسايد النورمال رينج؟ لسه اوتسايد، يبقى uncompensated. uncompensated metabolic acidosis. انا ما حليتهمش لوحدي بصراحه، فان شاء الله تطلع الاجابه صح. نشوف كده معاكم رقم 2 uncompensated metabolic acidosis. تمام. طيب ناخد مثلا رقم 3 البي اتش بتاعتها كام؟ 7.35 يعني اول النورمال رينج. طب والكربون دايكسيد 37 في النورمال رينج. طب البايكارب 25 في النورمال رينج، ده اي بي جي نورمال خالص ما فيهوش اي حاجه. طب نشوف نمبر 5 بي اتش، البي اتش 7.41 هو في النورمال، هي موجوده في النورمال بس مايله ناحيه المين، الالكالوزز ولا الاسيدوزز؟ احنا قلنا ان 7.40 هو ده ايه النورمال التمام، اقل من كده اسيدوزز اكتر من كده الكالوزز، يبقى هنقول ان هي زايده رايحه ناحيه الالكالوزز. طيب الكربون دايكسيد كام؟ 53 طبعا زايد جدا. البايكارب 37 طبعا برضو زايد جدا. طيب المشكله الاساسيه عندي ايه؟ الكالوزز. يبقى البرايمري بروبلم، البروبلم هي الكالوزز. طيب الالكالوزز دي مشكلتها سببها الرئه ولا الكدني؟ ايكوال ولا ابزيت؟ الاسهم كلها في نفس الاتجاه اهي، يبقى المشكله ميتابوليك. طيب كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد؟ اهو زي ما قلنا السيفن البي اتش رجعت للنورمال رينج ولا لسه ما رجعتش؟ هي موجوده فعلا في النورمال رينج، يبقى الجسم فلح ان هو يعمل كومبنسيشن، يبقى الحاله دي كومبنسيتد ميتابوليك الكالوزز. تعالى ما نشوفها رقم 4 compensated metabolic الكالوزز وهكذا بالاسهم. موضوع يعني لذيذ جدا وسهل جدا وما فيهوش اي حاجه، نقعد كده ايه نلعب بالاسهم، نطلع اسهم وننزل اسهم، الاسهم عكس بعض يبقى المشكله ريسبيراتوري، الاسهم في نفس الاتجاه يبقى المشكله ميتابوليك، حته الكالوزز ولا اسيدوزز نعرفها من البي اتش، حته كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد برده نعرفها من البي اتش. البي اتش دي اهي دي كومبنسيتد، الباقيين كلهم مش كومبنسيتد، لا مش كومبنسيتد. فايه اقعدوا العبوا فيها كده وحلوها مع نفسكم وهتلاقوا ايه الانسر في الصفحه اللي بعدها، وبعد كده ادخلوا لي على اللينك ده وقعدوا حلوا بقى زي ما انتوا عايزين، كاننا ايه في بازل وبنلعب. طيب دي طريقه، في طريقه تانية للحل برضو ظريفه جدا لقيتها على اليوتيوب اسمها تيك توك توي ميثود. ايه التيك توك توي ميثود ديت؟ عارفين الاكس او اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين، نحط اكس واو، اكس واو اللي يصطف واللي يبقى يعني على لاين واحد هو اللي يفوز. هنعمل كده بالظبط، هنحط هنا اسيدك، هنحط هنا النورمال، هنحط هنا البيزك ونشوف القيم. يعني خلينا مثلا فور اكزامبل ناخد المثال رقم 2، البي اتش هنا قلنا 7.2 دي اسيدك ولا بيزك؟ دي اسيدك، هنقوم كاتبينها تحت الاسيدك. وبعدين الكربون دايكسيد 30 دي اسيدك ولا بيزك؟ الكربون دايكسيد هنا احنا قلنا الرينج كام؟ من 35 ل 45، يبقى هنا هو قلل يبقى اسيدك، سوري بيزك، الكربون دايكسيد قل يبقى بيزك، يبقى احطها ايه؟ احطها في البيزك هنا. طيب البايكارب 20 يعني كده رايح للايه؟ رايح للاسيدك، يبقى هنا اللاين اللي تلاقي فيه يعني تلات جمل اسيدك بي اتش باي كارب هو اللي يفوز، يبقى هنا الحاله تبقى عندي ايه؟ تبقى عندي ميتابوليك اسيدوزز. مين اللي مسؤول عن الباي كارب؟ مين اللي مسؤول عنها؟ الكدني، يعني ميتابوليك.
والكيس هنا بسبب البي اتش في الاسيديتي يبقى ايه؟ اسيدوزز، يبقى هي ميتابوليك اسيدوزز. لكن هي هنا مش بيقول لا، وبرده هنا نعرفها هي كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد منين؟ لو البي اتش هنا في النورمال، لو انت البي اتش ديت حطيتها في المربع بتاع النورمال ساعتها هتبقى كومبنسيتد، لكن لو البي اتش مش في النورمال يبقى مش كومبنسيتد. يبقى دي طريقه تانية برضو ممكن ايه نحل بيها زي طريقه الاكس او كده، بس انا بصراحه بفضل طريقه الاسهم الاولانيه عن نفسي يعني. طيب نيجي الكالكوليشن اوف الاناين جاب، سهل جدا بقانون سهل. ازاي بحسب الاناين جاب؟ الاناين جاب دي اصلا بتتحسب لمين؟ بتتحسب للميتابوليك اسيدوزس فقط. هو الديس اوردر الوحيد اللي بنحسب له اناين جاب هو الميتابوليك اسيدوزس. طيب بحسبها ازاي؟ الصوديوم اكتر انا اكتر كاتاين عندي ناقص البايكارب مع الكلورايد اللي هم اكتر اناين عندي. النورمال رينج ان هو يبقى من 6 ل 12، لو طلع اكتر من 12 يبقى انا كده عندي اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس. لو طلع في النورمال بسميها نون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس، او بسميها نورمال اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس. طب في حاجة تانية عايزين نفتكرها ممكن يجي فيها برضو سؤال مهمة، هي الهايبو البيومينيميا، وحتة تربيطة كده ما بين الهايبو البيومينيا هي ما بين الشباتر التانية. نفتكر الكوركشن بتاع الفينيتاين كونسنتريشن في حالة الهايبو البيومينيميا، نفتكر الكوركشن بتاع السيروم كالسيوم كونسنتريشن في حالة الهايبو البيومينيميا، وادي عندي تالت حاجة بنعمل لها كوركشن في الهايبو البيومينيميا في المنهج، واللي هي الاناين جاب. في الكتاب بيقول ان الهايبو البيومينيميا decreases الاناين جاب باي من 2.5 ل 3 ملي إيكويفالنت for every 1 جرام بر ديسيلتر decrease في السيروم البيومين اقل من 4. ايوه هنعمل ايه برضو يعني احسبها ازاي يعني؟ اهي الادجستد اناين جاب في الهايبو البيومينيميا بتساوي الاناين جاب اللي انت قسته ده في حاله الهايبو البيومينيميا بلس 2.5 مالتبلايد باي 4 ناقص الميجرد البيومين. ده هو بيقول لك لكل واحد اقل من الفور، فانت هات الميجرد البيومين في حاله الهايبو البيومينيميا دي ونقصه من الاربعه واضربه في 2.5 وزوده على الاناين جاب فاليو اللي طلعت لك عشان يطلع لك الكوركتد او الادجستد اناين جاب. تفسير الكلام ده الايه؟ الرول دي. طيب نيجي لي الاكسس اناين جاب والاي اكشولي فيلد اتس نوت امبورتنت قوي يعني، بس تبقوا عارفينها. الاكسس اناين جاب بتساوي ايه؟ التوتال اناين جاب ناقص النورمال اللي هو 12، رقم 12. يبقى اجيب الاناين جاب اللي طلع لي وانقصه من النورمال اللي هو 12. الرقم ده لو ضفته على السيروم بايكارب وطلع اكتر من 30 يبقى الديس اوردر التاني اللي موجود عندي هو ايه؟ هو اناين جاب ميتابوليك الكالوزز. طب لو طلع اقل من 23 يبقى الديس اوردر التاني معايا هو الايه؟ النون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزز. نيجي بقى للجدول ده، وطبعا انتوا خلاص يعني مشرح لكم وعارفين اسباب كل حاجة فيها ايه، انا بس هعدي على حبة حاجات بسيطة اوضحها لكم فيها. في الريسبيراتوري اسيدوزز زي ما احنا عارفين اللي بتبقى الحالة عبارة عن ايه؟ ان الكربون دايكسايد اليفيتد. ايه اللي ممكن يزود لي كربون دايكسايد؟ او ليه كربون داي او ازاي كربون دايكسايد هيزيد عندي في الجسم الا لو الريسبيراتوري ريت قل؟ طب امتى الريسبيراتوري ريت بتاعي يقل؟ لما يكون عندي بالمونري اديما، فالرئه مش عارفه تتنفس براحتها، كاردياك ارست مثلا او سي ان اس ديبريسنت، الحاجات اللي هي بتعمل ديبريشن للعضلات. السي ان اس ديبريسنت اكيد هيعملوا ديبريشن لعضلات الرئه، بالمونري امبوليزم، نيومونيا او برونكوسبازم، حاجات كلها بتصبط من حركه الرئه، وحاجات مشاكل كلها في الرئه ذات نفسها، او حاجات بتضعف من عضلات العضلات بتاعه التنفس، فبالتالي قللت الريت بتاع التنفس وحبست لي كربون دايكسايد فادى الى ان هو زاد وعمل لي ريسبيراتوري او ريسبيراتوري اسيدوزس. وعلى العكس منها الريسبيراتوري، يبقى احنا ما نحفظش ايه هي ايه الايتيولوجي او ايه الاسباب. اي حاجة احس ان هي هتأثر لي على العضلات بتاعة الرئة والريت بتاع التنفس بان هي هتقللها، هتوقع ان الكربون دايكسايد هيتحبس في الجسم وهيعلى وهيسبب لي respiratory acidosis، وvice versa respiratory alkalosis هيبقى بسبب زيادة decrease الكربون دايكسايد في الجسم هيقل لما respiratory rate بتاعي يعلى. الريسبيراتوري ريت بتاعي يعلى في حالة انكزايتي بين، لما الواحد بيبقى متوتر او في ألم اللي هي الحركة اللي بتاعت اسمها تقريبا كوزمو سبيريشن او حاجة زي كده، اللي هي ايه؟ تلاقي ان
التنفس بتاعه الريت بتاعه بقى سريع، والهايبوكسيا تخلي برضو الواحد ايه جاسبنج كده، عمال يعمل كده عايز ياخد نفس وعايز يزود من الاكسجين جوه ايه الجسم. بس ده التنفس السريع والريسبيراتوري ريت العالي دوت هي ايه هيخرج لي كربون دايكسيد اكتر من الجسم ويقلله جوه ايه ويقلله جوه الجسم وينتج لي عن ريسبيراتوري الكالوزس والميتابوليك اسيد. يبقى ما نحفظش خلاص، فهمناها الباثوي بتاعها ازاي. الميتابوليك اسيدوزس سببها لو هي اناين جاب هنلاقيها مين لي حاجات ايه فيكسد اسيد، فيكسد اسيد اسيدز عملت كونسامشن للبايكارب فقللته في الجسم وادت لي الى ميتابوليك اسيدوزس. بروتون يعني فيكسد اسيد عمل كونسامشن للبايكارب دوت وطلع منه H2CO4 و H2CO3 و قلل لي ال HCO3 في الجسم. اشهر واهم اتنين، وده مطرح السؤال التاني اللي بيجي دايما في الامتحان، هو ايه هي الدايابيتيك كيتو اسيدوزيس والبروبايلين جلايكول توكسيستي. يبقى السؤال في الامتحان يا اما يجي لك كيسة اي بي جي عادية خالص جايب لك البي اتش والبايكارب والبايكارب وبيقول لك قول لي هي كومبنسيتد ولا ان كومبنسيتد، ميتابوليك ولا ريسبيراتوري اسيدوزيس ولا الكالوزيس، يا اما يجيب لك مريض في حاجه من الحاجات دي عنده دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. البارامتر يعني اللاب ريزلت بتاعته اللي طالعه، طالع السكر عالي فوق ال 300 وطالع البي اتش اسيدك وطالع كل الاي بي جي بتاعته متماشيه مع ان هي تبقى ايه اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. لو حسبت لها الاناين جاب كمان هتلاقيها فوق ال 12، هتلاقيها اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. وبرده يقول لك ايه الديس اوردر اللي موجود هنا. تاني حاجة البروبايلين جلايكول، البروبايلين جلايكول ده بيبقى اديتيف على مين؟ على اللورازيبام. فالناس اللي بتاخد في الاي سي يو لورازيبام ممكن يديفلوب عندهم، يكون مثلا وظائف الكلى، يكون في حاجة مش مظبوطة تخلي عندهم ايه ديفلوب توكسيسيتي من اللورازيبام بالبروبايلين جلايكول. البروبايلين جلايكول توكسيسيتي تعمل لي برضو الايه الاناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. دول اهم اتنين تاخدوا بالكم منهم. النون اناين جاب هنلاقي كلها حاجات ديكريزنج في البايكارب مش بسبب فيكسد اسيد، بسبب لوس اوف باي اوف البايكارب من الكيدني، من الدايريا، بسبب مثلا رينال تيوبولار اسيدوزيس، من فيستولا في البنكرياس. احنا عارفين البنكرياس هو اللي بيصنع البايكارب، فلما يحصل فيستولا بعديه كل البايكارب اللي بيصنعه هيخرج بره الجسم. وبالتالي برضو من غير ما نحفظ سلاين اكسس، مثلا لما نلاقي ان حد بيسموها سلاين لود اخد مثلا صوديوم كلورايد نورمال سلاين كتير يعني، فالكلورايد في جسمه زاد قوي، فالجسم ككمبنسيشن لان الشحنه السالبه زادت والكلورايد زاد يقوم عامل لوس اوف البايكارب فتحصل حاله النون اناين جاب ميتابوليك اسيدوزيس. ليه هتبقى نون اناين جاب؟ لان اوريدي الكلورايد عالي، انا بس قللت البايكارب فالايه النسبه ما بين البايكارب والكلورايد بالنسبه الى الصوديوم لسه متوازنه ولسه عاديه، فهي نون اناين جاب ميتابوليك اسيدوز. مش هخش بقى في شرح اكتر من كده، انتوا ان شاء الله اكيد عارفين كل واحد سببه ايه، بس بقول لكم يعني اذا عرف السبب بطل العجب. لو الواحد عارف كل نوع تفسيره ايه ومعناه ايه وده حصل ليه، مش هيضطر ان هو يحفظ ايه كل نوع من الانواع دي. طيب نيجي للميتابوليك الكالوزز، والتايب الاولاني منها اللي هو بيبقى نون ريسبونسيف للنورمال سلاين واليورين كلورايد، بنعرفه بان اليورين كلورايد بيبقى اكتر من 25، بيبقى مين ليه؟ بسبب لوس اوف بروتون زي حالات مين الهايبر الدوسترونيزم وزياده المينرالو كورتيكوستيرويد اللي هتؤدي الى لوس اوف بروتون من الكيدني. اما لو اليورين اقل من 25 فده مين ليه؟ بسبب لوس اوف كلورايد، حصل عندي vomiting مثلا، حصل عندي nasogastric suction diuretic. المهم ان ده كله ادالي الى loss of الكلورايد، فاذا compensatory mechanism من الكيدني حبست لي بايكارب، حاولت تزود لي اللي هي النيجاتيف تشارج دي فحبست لي البايكارب عشان تعادل ما بين التشارجز في الجسم يعني، فحصل لي الميتابوليك الكالوزيس. يبقى هي عباره عن ايه؟ بايكارب elevation mainly. طيب ناخد المهم بقى في الموضوع هو correcting cause، هو هيجيب لك الكيسة ويقول لك بقى ايه الحل بتاعها ايه. طيب لو الحالة اللي عندي respiratory acidosis اهم وافضل حاجة انك تعمل لها هي ايه؟ انك تعمل ventilation،
يا اما انك فنتليشن باكسجين نيزل اكسجين عادي يعني، يا اما بقى لو ان هو محتاج ميكانيكال كمان فنتليشن، انك تفنتله وتدخله على جهاز الميكانيكال تعمله انتيوبيشن وتدخله على جهاز الميكانيكال فنتليشن. طيب لو العكس اللي هي الريسبيراتوري الكالوزز اللي بيبقى فيها الريت اوف الاكسجين عالي جدا والواحد يعني مش عارف ياخد نفسه، يبقى الحل برضو اكسجين سبلمنت، او برضو محتاج او ان انا اعمل له هايبو فنتليشن اهدي الريت اوف التنفس بتاعه شويه، او برضو لو احتاج افنتله. طب امتى بقى بالظبط يحتاج ده؟ مش موجود في الكتاب ولا موجود في الميكانيكال فنتليشن توبيك جوه الشابتر البارامترز دي يعني، بس من حلنا للمسائل ده الخلاصه يعني، ده اللي اكتشفناه بقى من حل المسائل، انه لما تلاقي في الكيسه جايب لك البريشر بتاع الكربون دايوكسيد اكتر من 55، ده دي طبعا هتبقى حاله ريسبيراتوري اسيدوزز. لما تلاقي جايب لك في الكيسه الكربون دايوكسيد وصل ان هو بقى اكتر، هو النورمال رينج من 35 ل 45، وصل ان هو بقى اكتر من 55، او ريسبيراتوري ريت زاد قوي لدرجه اكتر من 30، او حصل له تثبيط قوي وقل قوي لدرجه ان هو بقى اقل من 6 هو النورمال بتاعه 20، او ان الاكسجين ساتوريشن اقل من 90، احنا عارفين ان هو من 90 ل 100% اقل من 90، او البي اتش بقت اسيدك قوي لدرجه ان هي قلت عن 7.25، ساعتها الحالات دي هضطر ان انا البيشنت ده انتيوبيت وادخله على طول على ميكانيكال فنتليشن. ناخد بالنا من البارامترز دي لما تكون قدامنا في الكيسه، يبقى هو عايز يقول لي انك هتعمل له انتيوبيشن وايه فنتليشن. حاله الدايابيتيك كيتو اسيدوزز، نعمل حته كده ايه رابطه ما بين هنا وما بين شابتر الاندوكراينولوجي. هو هنا بيقول لك تحل الحاجه دي، اما انك تكوركت الكوز تعالج المرض او الديس اوردر اللي ادى الى الميتابوليك اسيدوزز، يا اما انك تدي كمان صوديوم بايكربونيت. طيب في حاله الدايابيتيك كيتو اسيدوزز، وزي ما انتوا اكيد اخدتوها في الاندوكراينولوجي وفي العلاج بتاعها، ان علاج الدايابيتيك كيتو اسيدوزز والستبس بتاعته، وان اول حاجه اهم حاجه هي النورمال سلاين، بعد كده بننتقل ان احنا نبص على البوتاسيوم، على حسب البوتاسيوم هقرر اذا كنت هدي انسولين وبوتاسيوم، ولا هدي بوتاسيوم بس، ولا هدي انسولين بس، على حسب هايبركاليميا ولا هايبوكاليميا. وبعد كده تلاقي في اخر السكيما بتاعت علاج الدايابيتيك كيتو اسيدوزس جايب لك الجمله دي صوديوم بايكارب. امتى بقى؟ لما تكون البي اتش قلت عن 6.9، غير كده حاله الدايابيتيك كيتو اسيدوزس ابدا ما تديلوش صوديوم بايكارب. يبقى هو صحيح اناين جاب ميتابوليك اسيدوزس، بس علاجها الاول نورمال سلاين، وبعد كده البوتاسيوم والانسولين ونمشي في الباثوي بتاعها كلها، ولما يقل عن ال 200 ابدا اغير الجلوكوز لهاف نورمال سلاين مع 5% ديكستروز بلا بلا بلا. اما الصوديوم بايكارب دوت ما يدخليش غير لو ايه، غير لو البي اتش قلت عن فاليو 6.9. طيب نيجي للميتابوليك الكالوزز، وقلنا اللي هي اللي بيبقى فيها اليورين كلورايد اقل من 25، واللي هي بتبقى ريسبونسيف للنورمال سلاين، لان قلنا اصلا سببها كلورايد لوس، واذا كومبنساتوري الجسم حبس بايكارب عمل لي ميتابوليك الكالوزز. فمجرد ان انا ادي الجسم كلورايد على هيئه نورمال سلاين في الصوديوم كلورايد هتبدا الحاله يحصل لها كوركشن. هنا بقى كاتب لك كونسيدر اتش سي ال، بس اف سيفير، بس مش موضح قوي سيفير دي اللي هي ايه يعني. برضو من حل الكيسز الكيسز اللي عرفناها ان ما تستخدمش اتش سي ال الا لو البي اتش بتاعتك زادت عن كام، 7.55. احنا عارفين ان النورمال رينج من 7.35 ل 7.45، لما تزيد عن 7.55 ساعتها اللي ممكن تخش بيه ال HCL. طب وما الاسيتازولامايد؟ لا، ده الاسيتازولامايد ده ما تحتاجلوش غير لاست لاين لو ريزيستنت كمان بعد ما اديت ال HCL. امال هنا اليورين كلورايد، احنا قلنا ان اليورين كلورايد لما يكون سوري اليورين كلورايد اكتر من 25 اللي هي النون ريسبونسيف للنورمال سلاين، الحاله الثانيه من حالات الميتابوليك الكالوزز بعالجها ممكن بالبوتاسيوم. ليه بوتاسيوم؟ لان احنا قلنا ان هي حاله لوس اوف بروتون، فالبوتاسيوم هيدخل جوه الخليه ويخرج لي البروتون من جوه الخليه للدم، فالحاله يحصل لها كوركشن. وبرده هتلاقوا الحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تزود لي البوتاسيوم جوه الجسم، فيخش هو جوه الخليه ويحصل له اكستشينجنج مع البروتون. طيب خلصنا كده، يا رب ما اكونش يعني كنت بتكلم بسرعه او ما فهمتوش مني ان شاء الله. يعني مهم جدا جدا بالنسبه لي انكم تكونوا بجد يعني خلاص لميتوا موضوع الميتابوليك اسيدوزز والميتابوليك الكالوزز. ده السؤالين زي ما قلنا بيجي بشكلين، بشكل كده بيجي عاديه جدا وانت بس تقول كومبنسيتد ولا انكومبنسيتد، ريسبيراتوري ولا ميتابوليك الكالوزز ولا اسيدوزز، وواحده من دول يا دايابيتيك كيتو اسيدوزز يا بول ايثيلين جلايكول يا واحد بيفوميت،
حاجة كده من الحاجات دي، حد عنده رينال تيوبولار اسيدوزز بيقول لك بقى هي ايه، هل هي ميتابوليك اسيدوزز وانين جاب ولا نون انين جاب ولا ميتابوليك الكالوزز، طب تكوركتها ازاي، تعمل لها كوركشن ازاي، تعالجها ازاي، نعرف ان دي اللي هي اللي هي نورمال سلاين ريسبونسيف، يبقى اول لاين علاج ليها نورمال سلاين، هنا لا بوتاسيوم، هنا لا ميكانيكال فنتيليشن لما البي اتش يبقى ليها بارامترز معينة، ولما زي ما قلنا البارامترز دول خلاص نبقى لمين كده الموضوع. طيب حاجة أخيرة صحيح حتة كده ايه، لما ما بين برضو شابتر الشابتر الكريتيكال وشابتر الفلويد اند الالكترولايت، كان في شابتر الفلويد اند الالكترولايت بيقول لك ان البريفيربل سولت في الميتابوليك اسيدوزز، لما يكون عندك حاله ميتابوليك اسيدوزز وانت مثلا احنا عارفين ان الميتابوليك اسيدوزز بيبقى معاها هايبر كاليميا، وعلى عكس الميتابوليك الكالوزز بيبقى معاها هايبو كاليميا، فعايز تستخدم مثلا الشخص دوت مثلا دي هايدريتد، او الشخص دوت عنده اي مشكله وعايز تستخدم له حاجه، استخدم له الاسيتيت سولت او البايكربونيت سولت افضل من انك تستخدم له ايه نورمال سلاين او صوديوم كلورايد، يعني على عكس الميتابوليك الكالوزز البوتاسيوم كلورايد هيبقى هو ايه الانسب ليه، او يعني الكلورايد سولت هو اللي هيبقى انسب ليه بالذات، في لان الميتابوليك الكالوزز بيبقى معاها هايبوكاليميا، فلو عايز اعوض البوتاسيوم دوت ادي على هيئه بوتاسيوم كلورايد افضل من بوتاسيوم اسيتيت او بوتاسيوم بايكربونيت، لان هي اوريدي ايه الكالوزز. فمعلش يعني يا ريت ما كنتش توهتكم ما بين الشباتر، جبت لكم ايش حته من هنا وايش حته من الاندوكراين وايش حته من الاسيتيت، بس من الفلويد اند الالكترولايت، بس يعني فعلا مش هتبقى يعني ما تذاكرش شابتر بشابتر بنفسه مستقل بذاته، اما كنتش في دماغك مجمع من هنا ومن هنا وربط الحته دي بالحته دي، وعارف ان الدايبيتي كيتو اسيدوزز مش عشان موجوده هنا ومكتوب ان علاجها البايكارب يبقى مديها بايكارب، لا ده دي اخر حاجه في العلاج لما البي اتش توصل لاقل من 6.9، ومربط ايه وايه ومن هنا ايه ومن هنا ايه، مربط الدنيا ببعضها، يعني يعني I'm afraid انك يعني you will not be board certified، يعني ما الواحد ما بيوصلش البورد سيرتيفايد بسهوله، ما بيوصلش غير لما يكون فعلا عرف يعني يهندل الكيسه بجميع الخبايا بتاعتها وجميع الحاجات اللي فيها، وان شاء الله باذن الله يا رب كلكم موفقين وكلكم بورد سيرتيفايد. طيب نيجي لي تاني توبيك عندي اللي هو الجلوكوز كنترول. الجايد لاين زمان في 2003 و2002 و2003 وجايب لك الهيستوري كله، كانت بتعمل ريستريكت قوي جلوكوز كنترول على الجلوكوز يعني ليفل، وبتخاف قوي من ان البيشنت يخش في هايبر جلايسيميا، بس مع الوقت والدراسات لقوا ان انا بدخل البيشنت في هايبوجلايسيميا اكتر، وان حالات الدث من الهايبوجلايسيميا بقت كمان بزياده واكتر قوي. فايه الجايد لاين الجديده بتاعه سنه 2012 قالت ان انا ما ابداش ادي انسولين الا لو البلاد جلوكوز بتاعه البيشنت ده زادت عن ال 150، والتارجت بتاعي كمان ان انا اخليه اقل من 180. وده مكان سؤال بيجي سؤال يقول لك هل الافضل عندي ان انا اخليه اقل من 180 ولا اقل من 110، وابدا لما يكون الجلوكوز وصل ل 150 ولا وصل ل 180، بيلخبطك كده في الارقام، فنبقى عارفين ما اديش اصلا انسولين غير لما الاقي ان الجلوكوز زاد عن 150 وتارجتي اقل من 180، وابقى عارف كمان ان ما اديش الانسولين على شكل انترافينوس كونتينوس انفيوجن الا لما يكون المريض ده بتاع الاي سي يو يا اما هو تايب 1 دايابيتس ميليتس يا اما هو هيمودايناميكالي انستابل بيشنت، يعني لسه محتاج بس ان انا اديله الاول نورمال سلاين واظبط البلاد فوليوم بتاعه واتاكد ان ما عندوش اي اورجان دامج او حاجه زي كده، وبعد كده احوله لما يبقى ستيبل بقى على الايه ريجولارلي سكيدولد سبكيوتينوس بيزل او رابيد اكتنج انسولين. يبقى لو هو حالته مش ستيبل او لو هو تايب 1 بديله الانسولين على هيئه ايه انترافينوس، لكن لو حالته ستيبل هتبقى في هيئه ايه سبكيوتينوس وريجولار سكيدول. الصبح هتاخد جرعه مثلا بيزل، وبعد كده هتاخد بولس بعد الظهر وبالليل مثلا بيزل، حاجه ثابته كده سكيدول، ومعاها بقى كمان سلايدنج سكيل او كوركشن انسولين ريجيمين، او لان انا زي ما هنعرف اهو بنمونيتور كل ساعه لساعتين، فكل ساعه لساعتين وانا بمانيتر، لو لقيت مع الريجولر بتاعي دوت ان السكر بيزيد اقوم ايه حاسبه الزياده قد ايه وحاسبه له. طبعا عنده اكيد اخدته اللي هو السلايدنج سكيل في الاندوكراينولوجي قاعده ال1800 وقاعده ال1500، احسب انا محتاجه اديله انسولين قد ايه واقوم مدياله كده 2 3 يونت على قد الزياده
كايه كحل لدلوقتي بس كده يعني، جنب السكيدول بتاعه العادي. زمان كانوا بيقولوا في المونيتور ان كل ساعه ساعتين وكل 4 ساعات لو ستيبل، السنه دي شالوها لكم في 2016 شالوها لكم، هي كل ساعه لساعتين وخلاص. طيب تعالوا ما ناخد prevention of stress ulcer. patient في ICU وممكن متركب له ميكانيكال فنتيليشن، بيبقى تحت ستريس فظيع، مينلي بيجي له ألسر. الألسر هنلاقيها على يعني الساين سيمتومز بتاعتها ايه؟ هيماتيميسز يرجع دم، كاف جراوند ايميسز تلاقي الترجيع بتاعه اللون الكافي الكافي كده، وميلينا والبراز بتاعه يكون اللون ده. المهم حاجات تدل على ان في بليدنج في الجي اي تي. التو ميجر ريزن يخلوني اعمل بريفنشن للستريس ألسر هما الكواجيلوباثي ستيت والفنتيليشن فور مور ذان 48 اورز. وده كان تاني سؤال في الامتحان جالي في وشي. من الحاجات المهمه جدا واللي بنشوفها كتير في المستشفيات، اي مريض يخش المستشفى ادي بانتوبرازول، ادي مش عارفه فاموتيدين، ادي ستريس ألسر بريفنشن، ويكون البيشنت مش محتاج. وزي ما هنشوف دلوقتي حاجات دي لها ريسك، ويكون البيشنت مش محتاج والدكتور يقوم مدي. فلا نبقى احنا ايه educated و evidence based ونقول للدكتور انه ما نديش حاجة تعمل prevention للستريس ألسر الا لو two major reason دول، واحد من two major reason دول او two من ten major reason دول. وبرضو رغم كده كتب لك في الكتاب also data on this approach are lacking، كمان يعني ان كمان الداتا lacking في الموضوع ده، ما فيش حاجة بتأكد قوي ان لو عندي حاجتين من العشر حاجات دول المفروض ان انا ادي برضو كمان يعني. خلاص طيب قلنا ايه السبب الاول، ان يكون عندي حالة coagulopathy. وهتعرف ازاي حالة coagulopathy؟ هنعرفها بان البليتلت كاونت يقل عن 50,000، الاي ان ار يزيد عن 1.5 بس ما يكونش بياخد دواء، ما يكونش ابدا بياخد حاجات انتي كواجلانت، هو لوحده كده الاي ان ار بتاعه اكتر من 1.5 والاي بي تي تي اي مور ذان 2 تايمز النورمال رينج بتاعه. وهي الحاجه الثانيه ان هو يكون محطوط على ميكانيكال فنتيليشن بقى له اكتر من 48 ساعه. الجمله دي اعتقد ان هي برده متضافه لكم السنه دي، ما كانتش موجوده عندنا السنه اللي فاتت، انه كونتينيو الهوم اسيد سبريسيف ريجيمين كمان لما يخرج بره المستشفى. يعني الناس اللي عندها هيستوري اوف جي اي تي بليدنج او ألسريشن قبل ما تدخل عندي الاي سي يو بسنه، مش بس هديها وهي عندي في الاي سي يو، ده بعد ما تخرج كمان هفضل مستمر لها على العلاج. وزي ما مكتوب عندكم في الكتاب وطبعا عارفين، اي تو ريزن من العشرة دولت برضو هيخليني ادي او اعمل prevention of stress ulcer. طيب ايه الاوبشنز اللي عندي؟ الاوبشنز اللي عندي ال H2 blockers والبروتون بامب انهيبيتر. ايه البريفيربل روت اوف ادمنستريشن؟ انتيرلي البي ان الاي ان، ان لو بيشنت بياخد حاجه ببقه ياخدها ببقه اورال، او لو انا مركب له حاجه نازو جاستريك تيوب يعني، او اي حاجه هتخش على المعده على طول، طالما المعده فانكشنينج وطالما المعده شغاله وطالما ممكن الحاجه تخش على المعده على طول، هو ده الايه الافضل دايما عندي ان انا ادي فيه الروت بتاعه. وبعد كده تاني حاجه سكندري ان انا اديها انترافينسلي. طيب الكيسه بتيجي ويجيب لك الاختيارات ما بين ال H2 بلوكر والبروتون بامب انهيبيتور. نتعامل ازاي؟ نتعامل بيزد على مميزات كل واحد وعيوب كل واحد. يعني اول حاجه عيني على الكوست، لقيت ان في الكيسه بيقول لك ان البيشنت التامين بتاعه مش مغطي يعني هو ما فيش واحد منهم سوبيريور عن التاني، بس اللي مور سيف والسايد افكت بتاعته والدراج دراج انتر اكشن بتاعته لس هو ال H2 بلوكر. فاختيارك دايما هيروح لل H2 بلوكر unless ايه بقى؟ unless قالك ان البيشنت عنده كيدني ديسفانكشن، لان ال H2 بلوكر بيحتاجوا دوز ادجستمنت فور رينال ديسفانكشن، فساعتها امن واريح وافضل روح للبروتون بامب انهيبيتور. الا مين كمان من ال H2 بلوكر اللي ما تروحلوش؟ مينلي السيميتيدين. السيميتيدين مشاكله كتيره جدا، لو هو في الاختيارات ابعد عنه وما تروحلوش، بغض النظر بقى عن بيعمل ايه، بيعمل مصايب ودراج دراج انتر اكشن، نبعد عن السيميتيدين وايه ما نروحلوش. لكن ال H2 بلوكر لوور كوست، لوور ريسك اوف نوزوكوميال نيومونيا، وده وتشز يعني العكس تماما عن البروتون بامب انهيبيتور، فبالتالي هو البريفيرد.
يبقى السؤال جالك هتروح للاتش تو بلوكر وهتختار الاتش تو بلوكر، الا لو في حاجه رينال هو ده اللي هيخليك تروح للبروتون بامب انهبيتر. البيشنت ماديا ما عندوش تامين، الاتش تو بلوكر اختيارك الاساسي، ما وش لا يمكن تروح للبروتون بامب انهبيتر. طيب امتى اروح للبروتون بامب انهبيتر؟ لو في ايه رينال او ليفر ديسفانكشن، ابقى عارفه ان هو هاير كوست، وان في بروبلم لو انا مركبه نازو جاستريك تيوب وانه بيعمل المشكلتين الكبار دول، بيعمل فنتليتور اسوشيتد نيومونيا. اوف ده انا اصلا البيشنت ده ببقى خايف من ان هو يجيله الفنتليتور اسوشيتد نيومونيا، وبعمل له بريفنشن بحاجات قد كده عشان ما تجيلوش، او مديله بروتون بامب بيزود الريسك كمان، لا وكمان ايه بيزود الريسك اوف كلستريديوم ديفيسل سواء النوزوكوميال او الكوميونتي اكوايرد. فبالتالي لا، خلي البروتون بامب اختيارك التاني في الاسئله. نيجي بقى لي يعني بالنسبه لي انا ما بحبش قوي الانتي كواجلانت، يعني التقيل شويه في التوبكس اللي انا هشرحها كلها، هي ايه الفارماكولوجيكال ثيرابي فور البريفنشن اوف الفينوس ترومبوامبوليزم، ازاي امنع ان المريض ده يجيله في تي اي او يجيله بالمونري امبوليزم. زي ما احنا عارفين ايه الريسك اللي ممكن تخلي اصلا مريض الاي سي يو يجيله في تي اي او بي اي، الايموبلايزيشن، الانفكشن، ان هي تكون بريجننت، الايج والالدرلي، امراض في القلب، ان هو يكون على ميكانيكال فنتيليشن، السيرجري اللي بتخليه ايموبلايز لفترات طويله. خلاص انتوا عارفين ايه الريسك اللي ممكن يخليني يعني يجي لي في تي اي او بي اي. طيب هاو تو مانج ات؟ همانج ات لو مش قادر وممنوع عليه ان هو ياخد اي انتي كواجلانت، يبقى هيبقى بالحاجات الميكانيكال زي الايه، زي النيوماتيك كومبريشن او اللي هو الجراديويتد كومبريشن ستوكينج. اما لو ينفع ان هو ياخد انتي كواجلانت، فالاوبشن اللي عندي ثلاثة، هو ده اللي تعرفه اهم حاجة، بدل الرغي كتير هو ده اهم حاجة، تعرف ان انت عندك 3 اوبشن للمريض ده، يا انفراكشنيتد هيبرين، يا لو مولكولار ويت هيبرين انوكسابارين ودالتيبارين، يا الفوندا بارينوكس. طيب برضو مش مذكور في الكتاب بس حتة كده لما ومفيدة وهتخليك ايه تعرف في الكيسة تقرر تختار على اساس ايه. الانفراكشنيتد هيبرين لو البيشنت ات هاي ريسك اوف بليدنج، عندك البيشنت الريسك اوف البليدنج بتاعه عالي، يفضل انك تروح للانفراكشنيتد هيبرين في الكيسة وتختاره. لو رينال فيلير هو الموست سيفر، هو والدالتيبارين تروح لهم. لو بيشنت رينال فيلير تروح للانفراكشنيتد هيبرين والدالتيبارين، او لو انستيزيا المفضل في حالات الانستيزيا هو الانفراكشنيتد هيبرين، ولو انها زي ما هنشوف اللو مولكولار ويت هيبرين هيستخدم بس ببريكوشن كتير قوي. طيب تاني حاجه امتى اختار يا سيدي اللو مولكولار ويت هيبرين؟ اللو مولكولار ويت هيبرين ناخد بالنا قوي من جرعته، انوكسابارين 40 ملي جرام ديلي، ولو الكرياتينين كليرانس قلت عن 30 هتبقى كام؟ 30 ملي جرام ديلي. بس ما قالكش ان هي لو قلت عن 20 كونترا انديكيتد، فدي حته مذكوره في الكارديو فتبقى واخدين بالنا منها، انه الانوكسابارين لو انا سوري انا كاتبه هنا لو مولكولار ويت كونترا انديكيتد ان كرياتينين كليرانس اقل من 20، انا كان قصدي يعني الانوكسابارين لو قل الكرياتينين كليرانس عن 20 مش هستخدمه خالص، هيبقى كونترا انديكيتد وهلجأ للدالتيبارين في الحالات ديت. الفوندا بارينوكس، الفوندا بارينوكس جرعته 2.5 ملي جرام سبكيوتينيوس ديلي، دي مهمه لان في جرعه ثانيه 7.5 زي ما انتوا اخدتوها في الكارديو، فنبقى عارفين الجرعه دي عشان نفرقها عن الجرعه الثانيه. قال لك ان هو كونترا انديكيتد في كرياتينين كليرانس اقل من 30، لكن ما قالكش الحاجه الثانيه المهمه واللي جت مره سؤال في الامتحان، اللي هي كونترا انديكيتد ان ويت اقل من 50 كيلو جرام. الفوندا بارينوكس في ويت اقل من 50 كيلو جرام ما بستخدموش كبروفيلاكسز، لكن لو علاج ماشي، لكن كبروفيلاكسز هو كونترا انديكيتد. هيبقى لك في موضوع الفي تي اي عندي حاجتين، السبيشال بوبوليشن وازاي اتعامل معاهم، وفي حالات الانستيزيا وازاي اتعامل معاها. السبيشال بوبوليشن وزي ما لسه واخدينها في الامبيرد كيدني فانكشن، عندي مين المفضلين في الامبيرد كيدني فانكشن؟ زي ما قلنا ايه لو دوز من الانفراكشنيتد هيبرين او الدلتا بارين، هما ايه افضل اتنين الدلتا بارين. اما الانوكسابارين مش هيفضل، كرياتينين كليرانس تحت ال 30 هنزل جرعته ل 30، تحت ال 20 مش هستخدمه خالص، فوندا بارينوكس تحت ال 30 مش هستخدمه خالص. طب لو اوفر ويت بيشنت؟ قالك لو اوفر ويت بيشنت بس هندي انفراكشنيتد هيبرين بس جرعه 7500 يونت، هزودها ل 7500 يونت، ولو مولكولار ويت هاب هيبرين دوز هزودها بنسبه من 30% ل 100%، ده لو البادي ماس اندكس بتاعت الشخص ده كانت اكتر من ال 40. طيب في حاله الانستيزيا قلنا مين المفضل؟ الانفراكشنيتد هيبرين. طب لو استخدمت لو مولكولار ويت هيبرين ساعتها النيدل بليسمنت اللي هي الحقنه بتاعه الابيديورال او بتاعه الانستيزيا
لازم تبقى على الاقل من 10 ل 12 ساعه بعد اخر جرعه من اللو موليكولار ويت. افصل ما بين ان انا ادي له حقنه الانستيزيا واخر جرعه لو موليكولار ويت هيبرين بمن 10 ل 12 ساعه، واول جرعه لو موليكولار ويت هيبرين should be at least 2 hours after catheter removal، والكاثيتر ريموفال اصلا should be at least برضو من 10 ل 12 hours after last low molecular weight heparin dose. يعني هدي جرعه لو موليكولار هيبرين وبعديها من 10 ل 12 ساعه ادخل الكاثيتر وادي الحقنه، وبعد من 10 ل 12 ساعه اشيل الكاثيتر، وبعد كده بساعتين على الاقل ارجع ادي الجرعه الثانيه من اللو موليكولار ويت هيبرين. يبقى نيدل بليسمنت شود يكون من 10 ل 12 ساعه after last low molecular weight dose heparin، وبعد كده الكاثيتر ريموفال should be at least 10 12 hour after the last dose. اه تمام ماشي. يبقى دلوقتي ادي جرعه اللو مولكيولار ويت هيبرين وبعدها من 10 12 ساعه ادي الحقنه وادي له فيها الانستيزيا وبعدين اشيلها، وبعديها بساعتين هدي الجرعه الثانيه من اللو مولكيولار ويت هيبرين. طيب نخش على التوبيك بتاع how to prevent the ventilator associated pneumonia. هن prevented بان احنا هن minimize the duration of the ventilation على قد ما اقدر، دايما اعمل minimize the duration of the ventilation، اقلل فترة اعاده على الجهاز، وده عن طريق ايه؟ عن طريق ال daily sedation interruption، زي برضو ما اخدته في التوبيك بتاع اللي هما السيداتيف والهيبنوتيك والانتي ديليريوم. التوبيك اللي ده لكم دكتور هاني انه لازم نعمل سيديشن انترابشن. ليه بعمل سيديشن انترابشن وبأفويد الاوفر سيديشن واعمل ديلي اسسمنت اوف الريدنس تو الوينينج اوف من الفنتليتور؟ عشان اقلل فتره اعاده على الفنتليتور، عشان كل ما قللت الفتره كل ما هو ايه يقدر يرجع تاني يستخدم رئته ويعتمد على نفسه بشكل افضل، ويبقى الاوت كام بتاعه احسن وما يقعدليش في الاي سي يو اكتر. طيب تاني حاجه منتين الهيد اوف بيد اليفيتد بدرجة من 35 لإيه 35 لأربعين تقريبا ديجري. ودي كان دكتور حكيم الله يبارك له بيقول لنا اسمها هوب، اسمها في المستشفيات هوب. يعني ايه هوب؟ هيد اوف بيد اليفيشن، علاجها هيد اوف بيد اليفيشن. طيب رقم ثلاثة ان انا اعمل له ايه؟ اغسل له بقه ديلي بانتي سيبتيك اورال كير عشان ما يتنقلوش من بقه اي بكتيريا تخش له في المجرى التنفسي. واخر حاجه افويد جاستريك ايه اوفر ديستنشن، يعني افويد ان يكون في لا قدر الله ايه اكل لسه باقي في المعده وما حصلوش هضم كويس وما حصلش جاستريك انتينج كويس. وزي ما هناخد في النيوتريشن وهدي لكم التوبيك ده في النيوتريشن هنتصرف معاه ازاي لو الريزيديوال في المعده كان كتير، لاني بخاف من الريسك اوف الاسبيريشن انه ايه حاجه ترتجع ويبلعها وياخدها جوه الرئه فتعمل له نيومونيا، فلازم اكون متاكد ان الجاستريك حصل لها انتينج كويس قوي. وبعد كده استخدم ايه بقى؟ استخدم بروموتاليك ايجنت، بروموتاليك حاجات بروكاينيتك وبروموتاليك ايجنت تحسن من حركه المعده. افويد اوبيويد انديوست كونستيبيشن، ما خليش ابدا يجي له كونستيبيشن، وامونيتور الجاستريك ريزيديوال زي ما ناخد دلوقتي في النيوتريشن. يبقى دي الحاجات اللي اعملها تو بريفنت الفنتليتور اسوشيتد نيومونيا. ناخد اخر توبيك من النيوتريشن سبورتنج في الكريتيكالي البيشنت. هقول لكم اماكن الامتحان جت قبل كده في ايه. انا اكزام تارجت هقول لكم اهم حاجه، طبعا تعرفوا كل حاجه بس المهم انك ما تبقاش خارج من الشابتر مش عارف الكام معلومه اللي انا قلتهم في الفيديو ده واللي انا هقولهم كمان في التوبيك ده. ايديالي النيوتريشن شود بي افويدد شود بي بروفايدد وذين اول 24 ل 28 ساعه من الادمشن للاي سي يو، وده بيفرق عن البيشنت اللي مش اي سي يو بيشنت. البيشنت العادي اللي داخل المستشفى ممكن يقعد 1 ويك لحد ما ابدا اديله ان او بي ان نيوتريشن، 7 دايز في شابتر الفلويد اند الالكترولايت 7 دايز 1 ويك. اما في شابتر اما هنا في بيشنت الاي سي يو لا 24 ل 48 ساعه ماكسيمم. وي ان جنرالي الاي ان بريفيرد على البي ان طالما الجي اي فانكشنينج، دايما طالما الجي اي فانكشنينج يبقى نشتغل اي ان، مش قادر ياخد اورال يبقى يشتغل اي ان، ونخلي البي ان هو التشويس التاني بتاعي. يبقى لو جه دايما عندي اختيارات تدي دواء اي ان ولا بي ان
تركب له اي ان ولا تركب له بي ان، هيبقى البريفيرد عندي هو الاي ان. البروتين انتيك من الحاجات المهمه جدا في الكريتيكال ايل بيشنت، لانه بيشنت هيحتاج لي بروتين اكتر من المريض العادي، فابقى عارفه، لان هي ممكن تيجي على هيئه سؤال كالكوليشن اوف جرامز اوف البروتين اللي محتاجها المريض. هيبقى سؤال سهل جدا ومباشر جدا، مش محتاجه يعني مش خساره انك تخسر الدرجه بتاعته، كل القصه انك هتضرب من 1.2 ل 2 بير كيلوجرام بتاعه وزن المريض، هتطلع بيه كمية البروتين اللي محتاجها ديلي. ونبقى عارفين ان لو البيشنت ده على RRT replacement اللي هو renal replacement therapy هيحتاج اكتر، كمان هيحتاج 2.5 جرام لكل كيلو جرام في اليوم. اما لو عنده acute kidney injury هيحتاج اقل من 0.6 ل 0.8. اما لو burn هيحتاج اكتر حاجة، طبعا burn يعني محروق، يعني عضلات جسمه كلها يعني البروتين كله ضاع في جسمه، يبقى هيحتاج 3 جرام per kg per day. اخر حاجة بقى عايزاكم تعرفوها في الشابتر دي، اخر كلمتين في الرغي بتاع نيوتريشن كله، هي حتة الجاستريك ريزيديوال فوليوم ديت، انه لازم الجاستريك ريزيديوال فوليوم عند البيشنت ما يكونش اكتر من 250 ل 500 ملي، اكتر من كده هيحصل له اسبيريشن ويجي له نيومونيا. وزي ما قلنا برضو هناك وهنعيد هنا تاني، انه ازاي احافظ على الكمية دي من 250 ل 500 مش اكتر من كده، بالبروكاينيتيك ايجنت ميتوكلوبرامايد بقى والحاجات اللي بتزود من حركة المعدة، وتيوب فيدينج انترابشن، وان انا برضو اعمل له تيوب فيدينج انترابشن واعمل لها ووش وادخل فيها مثلا 20 ملي مية كل فترة كده، وسمول بال تيوب بليسمنت. طيب الحاجات الكمان عايزاكم تعرفوها، السبلمنت والانتي اوكسيدنت والاميونو موديوليترز اللي بيتاخدوا لمريض الاي سي يو. ريسنتلي بقى في الامتحان مهتم بالسبلمنت، ريسنتلي في الامتحان بيجي على الاقل 3 اسئلة في السبلمنت، السؤال في الهارت فيلير بيشنت، وان سوري الديسليبيديميا، الديسليبيديميا، وان الاوميجا 3 مهمه ليه، وسؤال في البريجننت وومن، وانه بسم الله الرحمن الرحيم الجنسنج بيمنع الفوميتنج عندها، وسؤال في البلاك كوتش لمريضه الايه يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم، البلاك كوتش كان في اللي بيحصل لها في البوست منوبوزال سيمتومز. وباقي كمان حاجه، في حاجه برضو من الحاجات السبلمنت والحاجات المكمله كده بتيجي برضو كتير، يا رب افتكرها، مش فاكرها بصراحه دلوقتي، بس يعني تكونوا مركزين على السبلمنت والانتي اوكسيدنت، بيجي فيها سؤال هنا من الجلوتامين، من الحاجات المهمه برضو جدا انكم تعرفوها. ويبقى كده خلاص خلص ان شاء الله الجزء بتاعي في الفوكس بوينت معاكم في الكريتيكال كير، يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله، ويا ويلكم لاي فيدباك منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.